أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم صادقين
والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله والقرآن المجيد. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. الله نعم يا سيدي نعم. نور عليك.
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والأرض بدلناها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والأرض مددنا فيها رواسي
وأصحاب ليكة وقوم
قوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعيدي أفعينا بالخلق الأول كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل
ثم غسى لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول
انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخلها بسلام. ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
صدق الله العظيم.